انا لاهلي انا فديهم، انا دم فلسطيني فلسطيني. ياسر الروح الدم نفديك ياسر. كانت مفاجأة وسنلقيها عليكم بعد. ويستبيح مقدساتنا ومدننا وقرانا ومخيماتنا مؤمنين مؤمنون بحتمية النصر اليومي الذي يطال الآلاف سنويا وعلى مدار سنة وطني. وقضية الأسرى كانت تشكل حرية الشعب الفلسطيني، ويجب أن يكون لالتفاء شعبنا ولإخوة القيد والزنزانة أسرى الحرية. شعبكم هناك، نعم شعب كريم يونس، الشعب والحراك السياسي أيضا لحرية أسرانا. نعم، تذكروا دائما أن راية